بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحتين 105 و106 من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الأول ابتدائي، تنظيم بيانات وعرضها في جدول. Organisation et présentation des données dans un tableau. Organisation et présentation des données dans un tableau. سأل الأستاذ بعض تلاميذ القسم عن هوايتهم المفضلة. نلاحظ إجابات التلاميذ ثم نملأ الجدول. إذا هذه هي إجابة التلاميذ. إذا سوف نملأ هذا الجدول ثم نجيب عن هذه الأسئلة. إذا بالنسبة لعدد التلاميذ، الرياضة، نحسب كم من واحد هوايته الرياضة. نبحث عن الرياضة، 1، 2، إذا كم عدد التلاميذ؟ 2. بالنسبة للمسرح، 1، 2، 3، 4، بالنسبة للمسرح 4. الموسيقى، 1، 2، بالنسبة للرسم 1. الهواية التي يمارسها أكبر عدد هي، إذن أكبر عدد في هذه الأعداد هو 4. إذن الهواية التي يمارسها أكبر عدد هي المسرح. الهواية التي يمارسها أصغر عدد هي، أصغر هذه الأعداد هو 1. يعني الهواية التي يمارسها أصغر عدد هي الرسم. هذه أعمار بعض أطفال حينا، يعني هذه أعمار، هناك من عمره 6، هناك من عمره 2، 3 إلى آخره. ونظم هذه المعلومات في الجدول ثم أجيب. إذن أولا سوف ننظم هذه المعلومات في الجدول. إذن من السن عدد الأطفال، سنة واحدة، إذن الأطفال الذي سنهم سنة واحدة، 1، 2. سوف نبحث عن الأطفال الذين سنهم سنتان، 1، 2، 3، 4. إذن هناك 4. 3 سنوات، 1، 2، 3. 4 سنوات، 1، 2. 5 سنوات، 1، 2، 3. 6 سنوات، 1، 2، 3، 4. ما عدد الأطفال الذين يبلغون 3 سنوات؟ إذا 3 سنوات، 3. سنة واحدة، 2. 4 سنوات، 2. 5 سنوات، 3. ما عدد الأطفال الذين يبلغون سن التمدرس؟ إذا سن التمدرس هو 6 سنوات، عدد الأطفال هو 4. ما عدد الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات؟ إذا 5 سنوات، الذين يقل يعني أصغر من 5. إذا 2 زائد 3 5 زائد 4 9 زائد 2 11. أثبت تعلماتي. لتسهيل قراءة وفهم المعلومات نسجلها في جدول. معجمي، التنظيم، لورغانيزاسيون، البيانات، لي دوني، الجدول، لو طابلو.
لو طابلو. أطبق وأتدرب. كلف أحد الأساتذة تلاميذه بإجراء بحث حول الحيوانات الأليفة التي يملكها بعض سكان حيهم. هذه هي المعلومات التي سجلها سيكو. 9 أشخاص يربون كلابا، 12 شخصا يربون قططا، 4 أشخاص يربون أرانب، شخصان يربيان بطا. أنظم هذه المعلومات في الجدول ثم أجيب. إذن عدد الأشخاص الذين يربون الكلاب 9 أشخاص، القطط 12 شخصا، البط شخصان، الأرانب 4 أشخاص. نجيب عن الأسئلة. ما الحيوان الذي يملكه أكبر عدد من الأشخاص؟ إذن أكبر عدد هو 12. إذن ما هو الحيوان الذي يملكه أكبر عدد؟ هو القط. ما الحيوان الذي يملكه أقل عدد من الأشخاص؟ إذن نبحث عن أصغر عدد هو 2. إذن الحيوان الذي يملكه أقل عدد من الأشخاص هو البط. هذه بيانات عن عدد البيضات التي جمعها سعيد من خمامة الدجاج بمزرعة أبيه. إذن 16 بيضة، 20 بيضة إلى آخره. عدد البيض بالنسبة لـ 16، 16 واحد، 2، 3. إذن 3 مرات. إذن عدد الخمامة 3، يعني أنه أخذ من الخم، من هذا الخم 16 بيضة، ومن هذا الخم 16 بيضة، ومن هذا الخم 16 بيضة. يعني كم من خم أخذ منه 16؟ 3. 19 بيضة، 1، 2، 3، 4. إذن 4. 20 بيضة، 1، 2، 3. إذن 3، 21، 1، 2، 3. اثنان وعشرون، 1، 2. ما عدد الخمامة التي جمع منها 21 بيضة؟ إذن 21 بيضة، عدد الخمامة هو 3. 19 بيضة، عدد الخمامة 4. 16 بيضة، عدد الخمامة 3. 22 بيضة، عدد الخمامة 2. ألاحظ المعلومات المسجلة أثناء البحث الذي أجري حول الألوان المفضلة عند مجموعة من الأشخاص، ثم أملأ الجدول وأكمل. إذن اللون عدد الأشخاص. إذن هنا الألوان الوردي، الأخضر، الأزرق، الألوان أخرى. وهنا سوف نقرأ هذه المعلومات. 25 شخصا يفضلون اللون الوردي، 22 شخصا يفضلون اللون الأخضر، 36 شخصا يفضلون اللون الأزرق، 13 شخصا يفضلون ألوانا أخرى. إذن نملأ الجدول. بالنسبة للون الوردي، إذن عدد الأشخاص هو 25 شخصا. بالنسبة للون الأخضر 22 شخصا. اللون الأزرق 36 شخصا. ألوان أخرى 13 شخص.
ما اللون الذي يفضله أكبر عدد من الأشخاص؟ سوف نبحث عن أكبر عدد. هذه الأعداد كلها تتكون من رقمين، دائما نقارن رقم العشرات، 1 3 2 2، إذا نقارن رقم العشرات، 1 3 2 2، أكبر هذه الأعداد، إذا لدينا 1 3 2 2، إذا 3 أكبر من 2 وأكبر من 1، إذا 3، إذا 36. إذا ما هو اللون الذي يفضله هذا العدد؟ هو الأزرق. إذا اللون الذي يفضله أكبر عدد من الأشخاص هو اللون الأزرق. ما اللون الذي يفضله أصغر عدد من الأشخاص؟ إذا سوف نبحث عن أصغر عدد، 13 36 22 25، أصغر هذه الأعداد هو 13. إذا ما اللون الذي يفضله أصغر عدد من الأشخاص؟ هي ألوان أخرى. ما عدد الأشخاص الذين يفضلون ألوانا أخرى؟ الألوان الأخرى هو 13. إذا عدد الأشخاص هو 13. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.